تمام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. قبل ما نبدا كده، اهم حاجه مش تعمل لايك سبسكرايب وشير. ونزلت امبارح فيديو ماكس بين كمبيوتر مش موبايل، والله. روح اتفرج عليه. جاي اتسجل على الكمبيوتر تاني، انا مشافوش او محدش شافه اساسا. ده كلهم 9 فيو، مش عارف يعني. عندي 360 واحد، يعني عايز 10 20. طيب يعني مفيش حد خالص خالص ولا يوتيوب ما بعتش نوتيفيكيشن؟ طيب يعني قالوا لي يوتيوب هو اللي ظالمني، ولا مين اللي ظالمني بالظبط؟ فقبل ما نبدا روح اتفرج عليه. هقول لينك تحت فيديو سابق، وفي قبل ماكس بين ذا ووكينج ديد سجلتها نزلتها تاني. فيديو حلو، حصل فيه كذا حاجه. ايه ده؟ مش عارف. طبعا مثلا اللعبه نزلها تحديث غير شكلها، و ده بقى المفاجأة. الكمبيوتر شكله اتغير هو كمان، ولا ما شفتش اساسا لعبة الكمبيوتر عاملة ازاي، بس تقريبا بقت يعني شبهها قوي دلوقتي. كل شوية بينزلوا تحديث يخلوه شبهها اكتر. طيب ده نو ايتم، انا عايز كده 2 5 2 5. بس فينا خمسات؟ لا، ده 10. ارمي دلوقتي انت. ده ايه؟ 5. ماشي. في ايه؟ اوبن. اهم حاجة سبسكرايب، ماشي؟ تنسوش. ارمي. عايز واحد تاني. 5. تمام. هات ده، هات حط هنا. ده لسه محطتوش سهل اساسا. ماشي. ارمي. استنى، هات ده. ماركت برايس. لا شكله حلو دلوقتي. هو ب36. لا 50. ماشي. فين ده؟ طيب ده ماركت برايس بتاعه 20، خليه 25 عشان يرضوا يشتروه. ده معلوش السعر. ده اخر فستان ده 50، 55 يابا. ماشي. اللي بعته افتح. الصوت عالي. تمام. احنا جبنا شنط من فكرة. ده فستان، ده مش شنطة. احنا جايبين شنط، ولا كان فيش شنط هنا. خداع، مش عاوزين. هتاخد صندوق تحت كده يا عم. كان فيه شنط، انا فاكر اتاخدت كتير. رحت جايب صندوق تاني. هي دي مش ده فساتين او مرسوم عليها؟ هتاخد حاجة. تمام. فلوس. 5. اللعبة بتلاج. ليه بقى؟ طيب فيديو ماكس بين بصراحة لعبة حلوة أوي. روح اتفرجوا عليه. ان شاء الله ننزل حلقة تانية، يعني قولولي لو الدعم عايزينهم بسرعة، ما عنديش مانع الصراحة. بس يعني حد يتفرج عليه كده. 200. استنى، طب قلل الجرافيك شوية، مش حاسس في فرق اساسا. ده 93. مع السلامة. بس التحديث الجديد ده فوق كليندر اليوم والساعة. لا نزلها تحت التحديثين ورا بعض تقريبا، هما لسه مهتمين بيها فكويس الحمد لله. زي سوبر ماركت نزلوها ويموها، بقالهم كتير قوي ما عملوش تحديثات. اخر تحديث لما ضافوا الاعلانات وقصت على كده. 55. امشي. في حاجة قصت. طيب اطلب شنط بقى، عشان هات شنط الاول. برودكت. شنط. ايوه اهي شنط. مفيش حاجة اتفتحت. ماشي.
جاي. حاضر ثانية واحدة ثانية. وايه اللي خلص؟ رف 10. الفستان ده ايه؟ ده 10 برضو. طيب هاتوا نعلقه هنا. ارمي، حط السعر 30. فين ارمي؟ استنى هي في 5 اتشالت. في 5 خلص اهو، حط هنا. في 10 تاني. طيب ثانية واحدة، جايلكو. لو حد ياخد حاجة من غير سعر، نصب مش عايزين. ارمي هنا. من السعر ده 5، خلي 60. والقميص ده كان بكام؟ 30. ماشي. فستان عملنا السعر. كل دول في ايه؟ جاي حاضر ثانية واحدة. 25، مع السلامة. ماشي. 175 اللي بعده. 205. حتى دي اتغيرت. تمام. سكيب اللي بعده. استنى يا عم اللي بعده، متزعلش. 105. 100 بس. تمام، معنا 1100. ده خلص. ثانية واحدة، طفيت المروحة عشان الإزعاج. فين ساعة الشوت؟ استنى احط، افتح، ارمي. حاضر خلاص. في رف ده 10 خلص. افتح حط. طوح تاني. هو انت يعني ما عندكش مهمات غير حاسب الناس او اطلب بضاعة، يعني مفيش غيرهم تقريبا عنده ولا مش عارف. كله تمام ماشي. واحنا حاسب والله، يعني الربح الحلال برضه فيه فلوس حلوة. 25، السلامة. 5، يعني الحساب 60. انت تدفع 65 ليه؟ يعني في عملة ب65؟ مش ليه الحمورية دي؟ طيب ولا ايه؟ مش عارف، بديني فلوس بزيادة ولا مش عارف. مش فاهم انا. مع السلامة. كده كله خلص. الشنطة دي بكام؟ ماشي، مفيش حاجة خلصت لسه. ده قرب يخلص. ماشي. في تيشيرت هنا هو نفس التيشيرت اللي هنا، فحد ياخده وخلصنا منه. طيب too expensive. يمشي يا بي، يمشي من هنا، يمشي من هنا. لا ده 32، مع السلامة. ما نورتيش بقى اللعبة، بتلاقلي فيه ايه؟ في شنطة اتاخدت بس لسه. ايوه ده خلص اخيرا. عايزين 10 هنا. ده ايه؟ تمام. تجي نطلب بضاعة اساسا. بليس. ممكن نفتح هدوم جديدة بقى، نمشيهم خلاص اليوم الاول. ايه نفتح 150. 50، مع السلامة. شنطة كمان، كل ده ان شاء الله. 115، مع السلامة. 145. عدتك يا حاج، دي 185.
105 80 ده دفعة 280. على فكرة في ورقة اخترعوها اسمها 200، يعني لوحدها 5. السلامة، ما تجيش تاني. ايه في المحل بقى؟ ايه في المحل؟ كده في ده خلص. ده ايه ده قد ايه؟ 5. اخر البضاعة عندنا، حط سكيب، نطلب بضاعة اسمها ايه ده، نفتح بضاعة جديدة بقى. احنا معانا 2000، فحلو. مانج كاشيل لخمس دقايق ب50 باور، لازمته الخمس دقايق يعني. سيكشن مش محتاج نخبر محلها دلوقتي يعني. ده يفتح لنا شنط فساتين وحاجات جديدة. طيب افتح ولا ثانية. ماشي، هو المحل ضيق الصراحة. افتح يا عم. كده 1000 جنيه، يبقى معانا 500 نطلب بيهم بضاعة. مش مهم، فين بقى هي دي؟ بس يعني ده انت تغير نفسك قوي. طب استنى بقى، افتح رص ده. احنا لسه عندنا بضاعة كده كده، في شنطة واحدة باقية. ماشي، محتاجين رفوف جديدة بقى. طيب هاد ده ستور. ايوه دول اللي اتفتحوا. يا لهوي، الشنطة الواحدة ب500، واحنا ممكن في فساتين. طب هاد ده اطلب. محتاجين نجيب شلف شنط كمان. شلف شنط راح فين؟ سمود شلف. هو ده في شلف في البيج، في 3 أماكن. 1500 كبير أوي الصراحة، كبير. خلينا نجيب واحد صغير نحط عليه الشنطة الجديدة. استنى، أنا هحتاج أجمع فلوسها دلوقتي. استنى، افتح يا عم. ده كان 10. في مكان فاضي عندنا؟ أيوة أهو، وسع. لأ ده مش ده، معندناش مكان فاضي للأسف، للأسف. ارمي. هو هيقول لأ، المهم نكسب فلوس وخلاص. حط يا عم، حط الشعلقة هنا. ارمي. اللعبة بتلاج، في مشكلة بقى فيها. 55. تفضلي تفضلي. نستنى. سبعين، مع السلامة. كده محتاجين 1000 شلف، أو 1000 1500 بشلف بشنطة جديدة. طيب خلينا نعمل نحط ده هنا. حرك ده، روتيت، خليه هنا. وهد ده جنبه. ممكن اخلي الرفوف هي 10 لازقة في الحيطة، واللي هي 5 دي يعني في المكان زي ما هي كده. شكلها حلو الصراحة. قلنا شنط وديها كده، خليها هنا مؤقتا لحد ما اجيب التاني. يعني الاتنين جنب بعض كده تبقى شكلهم حلو اكتر. كل دول معلش معلش سوري. 70 اللي بعده. 25، مع السلامة. 60، مع السلامة برضو. اللي بعده 25، 220. لا ده رقم قياسي ده. في شنطة هنا، هاتها نحطها، خليها فوق.
كده جمعنا 900، الرف الواحد بـ1000، وشنطة والشنطة الواحدة 500. انت تاخد من حاجة، حط ده خالص. هو كمان ماشي 30 ده، ولا ممكن اطلب بضاعة بس تهيألي كده. مش هيبقى في مكان، مش هيبقى فيه فلوس. يا ريت يعني الهدوم لو جابت لي الفلوس، مش عارف. 52 على السلامة. كده ناقص لي نص بالظبط، ممكن يجمعوا لي بس يشتروا، عمالين يتفرغوا في المكان وخلاص. هي ليفل 7، نطلب الشلف 120. طب خلينا نطلب الشلف، هو بياخد وقت. شلف اتاكد بس عشان ايه، مش تيش حاجة غلط. شيلف سمول، طب عدي شيلف سمول. ايوة اطلب كده، استنى فلوس، فلوس الشنطة بس 105. ده بعده 3 دقايق. اي لا، الشلفات او يعني اي حاجة تحط عليها الهدوم بتتأخر، لكن البضاعة ذات نفسها متأخرش. هو ده يعني حاجة حلوة الصراحة. 17 دقيقة، ماشي خلاص بقى، يعني نطلبه بالشنطة قبل ما نقفل حتى. 90 اللي بعده، نحط يا عم رص في اي واحد هنا مش مهم، يرمي باقي 200. قربنا الحمد لله، هانت هنجيبهم. 70 يلا بقى. 54 جبناهم الحمد لله. 140، 140 اطلب الشنطة يا ابني. فين الشنطة؟ شنطة ب 500. الخضرة بكام؟ هو فرق لون، نفس الديزاين والنعمة، هو يعني الأسود بفلوس أكتر، الأسود بضعف السعر تقريبا. طيب هيبدأ معايا فلوس نطلب بضاعة كمان، كويس. 20 اللي بعده 10، 500 جنيه في ثانية. هات بضاعة تانية بقى، كده المحل فاضي، فعايزين الحاجات الرخيصة يا عم. مش عايز انت، مالك انت مش عايز؟ هات الحاجات الرخيصة نقدر نبدأ بيها الرفوف اللي عندنا دي، كلهم غاليين. هات تيشيرت الباسكت بول، هات ده كده 300 ماشي. جينز 516 اطلب. تمام، معلش تسجيل فصل، المساحة اتملت على كارت ميموري، يعني ما بسخوش حاجة، هو طابت البضاعة خلاص. كويس خدت بالي بسرعة، عشان موطش يعني القوة اللي هي تظهر يعني شفافة شوية، عشان ما تبقاش مزعجة في التسجيل قوي. طيب 75، 35، هو في لسه بضاعة ناقص اخر فوز اول فوز. ايوه بص شاطر، في واحد هناك. ايوه والنبي يعني تكمل جيمينك تاخد كل اللي في المحل حرفيا، يعني شاطر والله جدع يابا، خلصت المحل كله. يقفل بقى، يلا طلع الكاشير. الرف رف، انا عايز اخلي الاتنين دول في النص كده، احط وده جنبه.
ولا خليهم الاتنين هنا في الكورنر، مش عارف قولولي كده مثلا. لا يا عم تطوحتوا فين، تطوحتوا فين يا ريس؟ استنى بص على نفس الحتة، حط تمام يعني شكله حلو برضو. 175، مع السلامة. كفاية كده تمن تلت ساعة كفاية عشان أعرف أمنتجه. لو بكون الفيديو عجبكم أهم حاجة تعملوا لايك سبسكرايب شير، وروح شوفوا فيديو ماكس بين وزوكم ديد، ماكس بين الرابط بتاعه تحت، زوكم ديد شوفوه في فيديو ماكس بين هتلاقوا الرابط بتاعه تحت برضو. صرفت 2000، جبت 1300 تاكس، ضرايب 137. ماشي ماشي، طيب كفاية كده. أشوفكم في حلقة جديدة، حاجة مش لايك سبسكرايب شير، روح شوفوا ماكس بين. يعني ماكس بين بقى ما نزلتش لعبة من روك ستار إلا وجابت فيو حلو ومشتركين وناس وكل حاجة. اشمعنى ماكس بين؟ معناها كانت لعبتنا كلنا، كلنا احنا صغيرين يعني لعبة الأكشن بتاعتنا أو النطة بتاعته دي حلوة. يا عم نخلص، روح اتفرجوا عليه وقولوا رأيكم في كومنت. يلا سلام.